برشا سألتوني شنو الفرق ما بينات إيف سان لوران ليبر. اليوم باش نحكي لكم على زوز وغدو نحكي لكم على زوز اخرين. نبداو بإيف سان لوران ليبر لو دو بارفان. العطر هذا باش يرتكز اسونسيلمون على الزهور البيضاء اللي هو عندنا الياسمين سو كوتي سولير لومينو على الاخر وزيدو فلور دورانجي اللي هو الزهر. الخزامة باش يلعب دور كبير في العطر هذا باش يعطيه فريشور، ومعروف زادا بالجانب الزهري الخفيف اللي فيه وخشبي نوعا ما. المونداغين باش تعطي عصارة وفريشور وحلاوة باش تزيد مع الكوتي اسيدولي متاع الكاسيس، وفي الفون باش نحسو جانب حلو اللي هو باش يجينا من الفانيلا. فيش دونسيتي كبيرة اما باش يكفو بجانب خشبي هكا غافيني على الاخر من خشب الارز اللي هو البودة السادة. عنا اون ماتيغ بروميير موجودة في الباز ويستعملو كفيكساتور بور لي بارفان فلوري. الريحة متاعها فيها اوجه كثيرة، ان كوتي بوزي كونفري كافورية وانيمال. نتعداو للعطر الثاني اللي هو إيف سان لوران ليبر انتونس. لهنا لو كوتي فاني باش يلعب دور كبير في العطر مش نورمال، اللي هو جاي من الفاني وزهرة الاوركيد اللي فيها دي نيونس تخي فاني. الجانب هذاك باش يتكومبينا مع الغورمانديز متاع الفيستونكا، ملتي فاسيت اما غورموند على الاخر. لهنا في ستركتور الفلورالي موجودة في الجانب الزهري بدلوه شوي، خليو الفلور دورانجي اما بدلو استعملوا لهنا جاسمين سنباك اللي هو الفل. وما ننساوش لانغراديون فار اللي موجود في العطر اللي هو لافوند الخزامة. ما تنساش باش تخلي لايك وباش تشترك في القناة وخليها فافوري اللي على تستحق. ان حاجتك بيا ابعث لي ميساج على الواتساب والا ديريكتومون على الباج، ونقول لكم ا بيانتو الناس الكل.